بعض الناس هدانا الله وإياه ماذا يصنع عندما يبني بيت أو يشتري سيارة مثلا أو يولد له ولد abandi bantu rero iyo yubatse inzu cyangwa se akagura imodoka cyangwa se yabyaye umwana abigenza ati yaza ala albayt aw ala as-sayara ra's thawb ati ashira kuri iyo nzu hejuru kuri iyo nzu cyangwa se kuri iyo modoka umutwe w'impfizi aw timthal asad cyangwa se igishushanyo cy'intare aw kaf cyangwa se kiganza aw ayn cyangwa ijish أو خرزة زرقاء مثل هذا اللون خرزة أو أشياء من البحر أو خرق سوداء أو بعض الأشياء أو يضع بعض أعضاء الحيوان مثل العظم أو الرجل لماذا تضع هذه الأشياء؟ ماذا تصنع بهذه الأشياء؟ قال هي تدفع الجن والشياطين هذا شرك أكبر وإذا قال أنها سبب هذا الشرك أصغر من يحفظ لنا هذه الأشياء من يحفظ أموالنا أولادنا السيارات البيوت من يحفظها الله سبحانه وتعالى نعم إذا لا يمكن أن نصنع نضع هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت لديه أولاد لديه دواب وضع هذه الأشياء لا إذا لا يمكن نضع حتى بعض الشباب هدانا الله إياه يضع مثل هذه الجلود هذا تشبه بالمشركين لا تضع هذه الأشياء يلبس نظارة يضع الساعة لا إشكال في هذا أما يضع هذه الأشياء هذه كلها من الشرك يضع أيضا هذا الحافر الذي في رجل الفرس القطع الحديد يضعوا أحيانا إذا ما يمكن أن نضع شيئا من هذا حتى بعض الكتابات بعض الناس يكتب بعض الكتابات على البيوت على السيارات لا يمكن نضع هذا